السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى لقاء جديد في حديث الصحافة، والبداية من عناوين الصحافة المحلية ونستهلها من صحيفة أخبار اليوم. في أبرز ما تناولته صحيفة أخبار اليوم لهذا اليوم، ابتداء من بداية صفحتها: خطباء الحراك، الجنوبيون المشاركون في اجتماع الحوثي خونة. المكونات تستأنف الحوار اليوم بعد فشله، ومصادر تؤكد عودة المؤتمر ومقاطعة الحراك بعد انسحابات الأمس. بن عمر يفشل في تمرير اتفاق جديد لصالح الحوثي. أحزاب في المشترك مع الخيار الدستوري، وخمسة من المتحاورين يزورون هادي لمعرفة أحواله. الزياني يؤكد دعم مجلس التعاون للشرعية الدستورية ويحذر من المساس بشرعية الرئيس هادي. دول الخليج ترفض تشكيل مجلس رئاسي في اليمن. تعز مظاهرات لإسقاط الانقلاب، وخطيب الجمعة يطالب بإطلاق سراح الدولة. في صحيفة الشارع اليومية أبرز عناوينها وبالمنشيت العريض: مسارات غير محسومة. ممثل حزب المؤتمر وحلفائه والحراك ينسحبون من جلسات المبعوث الأممي المتعثرة. ممثل المشترك وجماعة الحوثي والعدالة والبناء يجلسون على طاولة واحدة، يجمعهم مقترح تشكيل مجلس رئاسي. الحراك يشترط العودة إلى أوضاع ما قبل 21 سبتمبر ونقل انعقاد مجلس النواب إلى منطقة آمنة وإدارة الدولة من خارج صنعاء. الحوثي يمدد فترة انعقاد المؤتمر الموسع. في أبرز عناوين صحيفة اليقين الأسبوعية: الضباط الأحرار يهددون بالتدخل. الحوثي يشكل لجنة تحضيرية للإنقاذ. جاري البحث عن رئيس. وهنا يعني صور لصالح الصماد وعلي ناصر محمد والصبيحي والراعي ونعمان والعطاس. بحاح 2015، عام التربية لا التعليم. المسيرة القرآنية، ويقصد بها الحوثيين في مواجهة المسيرة الطلابية. صحفيون يرون تفاصيل الاعتداءات الحوثية. خيارات أمريكا في اليمن، وهنا منفى اختياري تذكر أن بن مبارك في جدة. أما صحيفة اليمن اليوم التابعة للمؤتمر جناح صالح: ساعات إضافية لهادي، توافق بين المشترك والحوثيين والمؤتمر يجمد مشاركة الصماد، يكشف خفايا زيارة المستشارين إلى صعدة. وهذه صورة لرئيس الجمهورية بالأمس كما تقول الصحيفة. وهنا لقاء الموسع للحوثيين. صحيفة الأولى أبرز عناوينها عن تطورات الحوار وبين المكونات السياسية: سباق حسم بين موفنبيك وصالة 22 مايو. أما صحيفة الثورة، نعتذر عن قراءتها كونها تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة الانقلابية. أما صحيفة 14 أكتوبر: الخليج يرفض تشكيل مجلس رئاسي في اليمن. عبد اللطيف الزياني: دول الخليج تدعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس هادي. الأمن والاستقرار يقتضيان إعطاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الحرية التامة في ممارسة مهامهما. أنصحوا بعدم المساس بشرعية الرئيس من أجل مصلحة اليمن. تشكيل مجلس رئاسي يتعارض مع الدستور اليمني. صحيفة الجمهورية أبرز عناوينها: اليمن تشارك في قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا. وهذا طبعا القمة تبحث التهديدات الأمنية الناجمة عن الحركات المسلحة والإرهاب. هذا شيء مثير للسخرية، أنه اليمن يروح عشان يشارك العالم خبرته وهو يخضع تحت سيطرة الجماعات المسلحة. أما الصحافة الإلكترونية نتابعها في هذه العناوين: الصحوانة، أربعة قتلى بينهم ضابط رفيع في هجوم لمسلح الحوثية على لواء للجيش بالحديدة. قبائل مأرب: سنقاضي كل من يحرض ضد المحافظة وندعو الجميع لزيارة مطارحنا. الحوثيون يستخدمون القوة والقمع لمواجهة المتظاهرين السلميين. إصلاح عدن يجدد رفضه لانقلاب الحوثيين ويطالب بعودة الوضع إلى ما قبل اجتياحهم صنعاء. الخبر:
مصادر بسلطة تعز الفضائية قناة للهدم تجعل من الاحتيال ذكاء ومن اللصوصية بطولة. مسؤولون أمريكيون واشنطن لا تثق بقادة المخابرات اليمنية كونهم منشغلون بتصفية الحسابات. المصدر أونلاين: الزياني في رسالة شديدة في اللهجة أنصح بعدم المساس بشرعية الرئيس اليمني. ميليشية الحوثي تقتل قائد عسكري في الحديدة وتصيب 3 من مرافقيه في كمين مسلح. في الصحافة العربية نستعرض أهم العناوين المهتمة بالشأن اليمني. البيان الإماراتية: اليمن نحو مجلس رئاسي برئاسة جنوب الحراك. فراغ سياسي في اليمن ينذر بصراع مفتوح والحوثيون يستثمرون انهيار المؤسسات. الخليج الإماراتية: الحوثيون يحبطون مزايا حل الأزمة اليمنية والحراك ينسحب من المشاورات ومواجهات في الجنوب. المدينة السعودية: اليمن الحراك الجنوبي ينسحب من الحوار الوطني ويضع 4 شروط للعودة. أوكاد السعودية: خلافة صالح والحوثي تعرقل المجلس الرئاسي ومساع عربية لعقد وزاري طارئ، والأحزاب تنسحب من المفاوضات وخطف رئيس اتحاد طلاب اليمن. رئيس حزب الوطن اليمني حسام الشرجبي: الانقلابيون يدفعون اليمن إلى حافة الهاوية. الرياض السعودية: اليمن استمرار المشاورات برعاية بن عمر، والحوثيون يضغطون باتجاه تشكيل مجلس رئاسي. الشرق الأوسط: مطالبات بمحاكمة الجنوبيين المشاركين في اجتماعات الحوثيين بصنعاء، والحوثيون يتجهون نحو الجنوب، ولقاءات سرية لإسقاط مدينة عدن. الحوثي وأنصاره يعقدون مؤتمرا بالتوازي مع مشاورات المبعوث الأممي ومصادر. قراراتهم جاهزة سلفا وسيعلنون أنهم يمثلون الشعب. مصادر: خلافات حادة تصف بالقوى السياسية في مشاورات بن عمر، والاشتراك اليمني يتقدم بمبادرة تقضي بعدول الرئيس والحكومة عن الاستقالة. السياسة الكويتية: اليمن خيارات حل الأزمة تتصادم على طاولة مفاوضات بن عمر، والحوثيون مع مجلس رئاسي، وحزب صالح يرفض، والسلفيون يقاطعون. مسلحون جنوبيون يسعون لإسقاط معسكرات الجيش تمهيدا لفرض الانفصال على الأرض. وللتسليط الضوء على هذه العناوين وغيرها، معنا هنا في الاستوديو الزميل والصحفي الأستاذ خالد العلواني. مرحبا بك أستاذ خالد. في البداية، كل الصحف جميعها بالإضافة إلى حتى الصحافة الإلكترونية والصحافة العربية المهتمة والعناوين المهتمة بالشأن اليمني، كلها تتحدث عن مسارات غير محسومة في مسألة الحوار في موفنبيك، مقابلها أن الحوثي أيضا يحاور نفسه في صلاة 22 مايو. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، هذا التعدد في الحوار وهذه الازدواجية هي إحدى تجليات الأزمة الحقيقية، وهي وجود سلطتين ووجود جماعة ابتلعت الدولة. الإشكالية اليوم ليست في رئيس الجمهورية وليست في المنصب، الإشكالية أن هناك جماعة ولدت في فوهات البندقية مهدة لها الطريق حتى وصلت إلى دار الرئاسة، ثم تم السطو على مؤسسة الدولة بما فيها أعلى مؤسسة في الدولة وهي الرئاسة. وهذا الوضع بالحقيقة يشبه إلى حد بعيد أن وضع عصابة هجمت على بيت، اختطفت بنت، فتى، قامت باغتصابها ثم وضعت وشما على كفها الأيمن أو الأيسر. يأتي الناس في نهاية المطاف ليناقشوا الوشم، هل هذا الوشم حلال أو حرام؟ هل الشكل مناسب ولا مش مناسب؟ بينما الجريمة والاختطاف، الجريمة جريمة اختطاف، الجريمة والاختصاب. جريمة سطو مسلح، الجريمة جريمة اغتصاب، الجريمة. لكن الناس اليوم الجميع يبحث عن مخرج لردم
أو لإخفاء الجريمة التي ارتكبتها جماعة الحوثي بتواطؤ مع التيار الحوثي ومع الذين وغيرهم. يعني هناك تيار واسع لا يريد للدولة أن تبنى. الدولة بهذا العمل ضربت في عمقها في جوهرها. لم يعد هناك مؤسسات دولة، لم يعد هناك حضور وجداني حتى للدولة، لم يعد هناك وظائف جوهرية وأساسية تقوم بها الدولة. الأمن والجيش الذي يعتبر الضامن لأمن الناس، لأمن الناس والوطن ولحياتهم وللوطن، والضامن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والضامن لبقاء القوى السياسية في الهامش أو في الملعب السياسي، هذا لم يعد موجودا. أصبحت الميليشيات هي المسيطرة، وبالتالي الجنون الذي يحدث اليوم في الميدان بالتوازي مع ما يحدث في موفنبيك أو في الصالة المغلقة، وهي ستظل مغلقة لأنها جماعة مغلقة، وبالتالي الجنون هذا يهدف إلى قتل أو إلى قتل قيمة، يريد أن لا يكون هناك شهود على الجريمة التي ترتكب في حق الوطن. الشباب اليوم هم نبض الوطن، هم الترمومتر الذي يعبر عن حقيقة ما يعتمل في الشعب، عن تطلعات الشعب. وبالتالي هذه الجماعة حينما تأتي ميليشياتها فتقمع الشباب وتخطف على مظاهراتهم، تخطف البنات والفتيات والناشطات حتى لا يرفع المواطن رأسه، وتسهل سيطرتها على المشهد السياسي الذي جرفته حتى النهاية. طيب، أمام هذه المسارات الشاذة التي من خلال تعبيرك جماعة مسلحة اغتصبت الدولة، هناك حوارات تبدو عبثية كما وصفها الحراك الجنوبي، هنا يعني انفرط عقد هذه الحوارات العبثية بانسحاب الحراك الجنوبي وإعلانه أنه يجب أن تكون أن تدار الدولة من خارج صنعاء، كون صنعاء هي عاصمة محتلة. كيف تقرأ البيان وانسحاب الحراك؟ انسحاب الحراك يأتي كردة فعل أو نتيجة موضوعية لمسألة الشرخ الذي حدث في النسيج الوطني بعد أن جاء فصيل مسلح يمثل نسبة يعني أقلية لا تزيد عن 2% سيطرت على مقدرات الدولة وعلى مقدرات الشعب، وأرادت أن تدخل الشعب بكامله في فوهة بندقيتها الآثمة المؤجرة لمشروع خارجي، مشروع إقليمي معادي هذا الأمر دفع أبناء الجنوب لخياراتهم الصعبة، هي خيارات صعبة حتى في حقهم. لكن في النهاية هو يقول أنا حينما كانت هناك ثورة شعبية كان لدي متاح وأمل في أن أفكر أو في أن أحلم أن القادم سيكون أفضل، في أن يتم معالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة، وبالتالي نكون ضمن دولة وطنية قوية، دولة مواطنة نجد فيها أنفسنا. لكن حينما أصبح يرى الشمال يتفتت ويحدث ما يحدث في العاصمة ينأى بنفسه أن يكون الضحية التالية. ميليشيا مسلحة طائفية تبتلع الدولة أمام عيني، وهو يعني معناته ما هي حتى الجنوبيين أنفسهم يدركون أن الانفصال خيارا صعب، لكنه خيار صعب يحفظ لهم شيء من الكرامة. أن يظل في ظل هذا الوضع الشاذ والذي يسود المحافظات الشمالية أو معظم المحافظات الشمالية، فهو يرى الجنوبيين من حقهم يروا أنه ليس بعد الذل الموت. لماذا إذن أنا أرتهن لرؤية جماعة ولمشروع جماعة هو ليس مشروعا حتى وطنيا خالصا؟ أما ما يحدث في قاعة في الصالة المغلقة فهي كما عبر أحد الكتاب المشهورين أن عبد الملك الحوثي يدعو لمعالجة المشكلة التي صنعها عبد الملك الحوثي. أساسا ماذا تنتظر من شخص صنع المشكلة وهو أس المشكلة وهو البلاء أن يأتي لمعالجة المشكلة؟ يعني نحن كمن يحلم بأن يتحول السرطان إلى دواء، بأن يتحول المرض إلى علاج، لا يمكن. هذا هو الذي لا يمكن. أما القوى السياسية فهي تحلم أنه يمكن أن تحدث تغييرا، كما أنها ترى أن الحوار هو الوسيلة
ربما الوحيدة للحفاظ على ما تبقى من هامش سياسي، وإن كان هذا الهامش السياسي يوفر إيطاءً لجرائم إيطاءً شرعياً لجرائم الحوثي، ثم أن هذا الإيطاء أو هذا التوافق الذي قد يخرج به الحوار لم يستمر طويلاً. فجماعة الحوثي من منهجيتها أنها تأتي للحوار ثم تصل في النهاية إلى توافق معين، حينما تصل إلى هذا التوافق تفجر مشكلة في محافظة جديدة، ثم يخرج الناطق ليقول هناك وقائع ومعطيات جديدة، وبالتالي فإن الاتفاق الذي وقع قد تجاوزته الأحداث ولا بد من حوار جديد. طيب يعني ويستمر في بلع الدولة بهذه الطريقة. طيب الخليج يرفض تشكيل مجلس رئاسي، الزياني يقول دول الخليج تدعم الشرعية الدستورية ممثلة، هل اليمن بحاجة من الخليج أن يتحدثوا فقط في وسائلهم الإعلامية تصريحات هنا وهناك أمام وهم يرون خنجرا مسموما إيرانيا في خاصرة اللغة في خاصرة الجزيرة العربية؟ كان الأولى بمجلس التعاون الخليجي أن ترعى المبادرة التي صنعتها بيدها ورعتها لبعض الوقت، ثم يبدو أنها تخلت عنها لحسابات أخرى لا نعلم تفصيلها. لكن الموقف الذي صدر مؤخرا ربما هو أضعف من الموقف الذي سبقه. في الموقف السابق لمجلس التعاون الخليجي وصف ما يحدث بأنه انقلاب، والانقلاب وصف مخفف لمسألة السطو المسلح الذي حدث على الدولة. لكن اليوم هو يتحدث عن مشروعية الرئيس. مشروعية الرئيس أساسا هي مترتبة على مشروعية المبادرة الخليجية، والمبادرة الخليجية جاءت على حساب الدستور النافذ في الجمهورية اليمنية الذي تم إلغاؤه بموجب الثورة الشعبية. فحينما يتحدث الآن عن شرعية الدستور، هل يعني هذا أنه يتخلى عن المبادرة الخليجية وما تلاها من مخرجات الحوار الوطني ومن اتفاق السلم والشراكة، أم أنه يريد أن ينتزع مشروعية لرئيس الجمهورية كشخص بحيث يبقى ولتذهب المبادرة الخليجية ولتذهب المخرجات الحوار الوطني ولتمضي جماعة الحوثي في ماذا يجب على الخليج أن يعمله؟ الخليج بيده أن يفعل الكثير، بيده أن يتابع رعاية المبادرة التي صنعها والتي يعني كانت وسيلة لحفظ الدم اليمني في البداية، لكنها أطرت حساباتها وأطرت الثورة بحسابات الأقليم ومخاوفها وحتى احتوتها ودجنتها. أصبح اليوم هناك فجوة ما بين شباب الثورة وما بين القوى السياسية. الشباب يرون أنه لم يعد هناك شيء من الأهداف التي خرجوا من أجلها، ونحن اليوم على مسافة أيام من ثورة فبراير، يرون أنه لم يعد بأيديهم شيء سوى هذا الحب للوطن، سوى إيمانهم بأنهم قادرين على صناعة التغيير، أن ما حدث بالأمس يمكن أن يحدث اليوم، وأن الثورة التي كنا نقول أنها لا تسرق حقيقة قد سرقت بتواطؤ من القوى السياسية وبضعف وبتقصير وبخوف من الخارج أكثر من حرص، أو أكثر هذا الخوف جعل القوى السياسية تفشل في تفعيل متاحاتها في الداخل، تخلت عن أوراقها القوية في الميدان وهم الشباب وهم الشعب النابض. يجب على القوى السياسية أن تعود إلى الشعب، لأنه بدون الشعب ستظل تائهة وستظل يعني تؤرد خارج السرب، وسيأتي الدور عليها لاحقا، لأن الاتفاقات مع جماعة الحوثي لا تستمر طويلا، يعني أطول اتفاقية ممكن لبعض الأشهر للعهود والاتفاقات كما هم اليهود. شكرا لك الصحفي والزميل الأستاذ خالد العلواني، شكرا لك. مشاهدي الكرام، إلى الصحافة الجديدة، والبداية من الصحفي رشاد الشرعبي، وعلى صفحته في الفيسبوك كتب عن تجير ميليشيات الحوثي لوسائل الإعلام التابعة للدولة لصالحها والإساءة لأبناء تعز وإب ومأرب. استخدام جماعة الحوثي لقناة اليمن العامة للإساءة إلى تعز كمحافظة وسكان وللشخص المحافظ الأستاذ شوقي أحمد هيل سعيد، واتهام تعز وأبنائها وقيادتها بالمناطقية لأنها كانت عند المسؤولية الأخلاقية والوطنية وتتوافق مع ثقافتها وطبيعتها المدنية، لا يختلف عن إساءة ذات الجماعة التي تختطف القناة ووسائل الإعلام العامة لمحافظة مأرب وقبائلها وأبنائها والربط بينهم وبين الإرهاب والقاعدة، لأنهم رفضوا السماح لميليشياتهم غزو مأرب والسيطرة على أراضيها وإهانة أهلها.
الكاتب والمحلل السياسي مصطفى راجح على صفحته في الفيسبوك كتب عن شلة التلميع والتطبيل للمشروع الحوثي الذين كانوا ضحايا النظام السابق وأصبحوا لا يقلون سوءا عن رصاص الحوثي على شباب الثورة بمصوغاتهم وتبريراتهم. نتابع. صفحات المثقفين الحوثيين الذين تضامنا معهم حين كانوا ضحايا أكثر رعبا وسقوطا وإساءة للشباب الأحرار الذين يحتاجون سلميا من رصاص المسلحين الحوثيين. أي قاع يهوي إليه هؤلاء؟ وأي حياة هذه التي تذهلنا وترعبنا في قدرتها على المحو والسحق والتعرية والسحب والطرق والتحويل والتبديل والبرمجة الذئبية للإنسان؟ الدكتور فيصل القاسم على صفحته في الفيسبوك كتب عن ازدواج المعايير في تعامل أمريكا مع اليمن. عندما فرض الحوثيون سلطتهم على اليمن بالقوة اعترفت أمريكا بالأمر الواقع وبدأت تفاوض الحوثيين. أما عندما يفرض فصيل سني سلطته على الأرض بالقوة فيحشدون له الأساطيل. الإعلامي محمد كريشان عبر تغريدة له على صفحته في تويتر كتب ساخرا عن اجتماع الحوثيين في الصالة المغلقة. اليوم في اليمن اجتماع تاريخي دعا إليه عبد الملك الحوثي لبحث الأزمة التي تسبب فيها عبد الملك الحوثي. مشاهدي الكرام ننقلكم إلى جولة سريعة مع كاريكاتور الصحافة المحلية والعربية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقاء حديث الصحافة لهذا اليوم. في أمان الله.